من الميادين هنا ميدان الرياضة. السطوة الشمال أفريقية على السلة العربية كسرتها النهضة الغرب أسيوية، لكن سوريا بأصوات المدافع انشغلت، وسلت الأردن بسوء التخطيط انكفأت، واللعبة الشعبية الأولى في لبنان في السياسة غرقت. أما اليمن والعراق فهما مثال لصورة قد تصل إليها بلاد الشام. ملفات سنعالجها في ميدان الرياضة اليوم، وسنتعرف على التفاصيل أكثر مع أماني. مرحبا أماني. مساء الخير جزاف لك ولجميع مشاهدي ميدان الرياضة. كالعادة قضيتين عربية وعالمية سنناقشهما في هذه الحلقة. مشكلة السلة العربية ستتوزع على محورين، مغاربي شمال أفريقي وشامي غربي آسيوي. أما القضية العالمية فهي من دون منازع اعتزال أليكس فيرغسون. والبداية من القضية العربية. الهم جمع الوطن العربي فانحدر المستوى الرياضي، والخطر يهدد مشوار كرة السلة العالمي. ثالث غربي آسيا الشامي رفع القيمة التسويقية للسلة العربية قبل أن يغرق لبنان في السياسة، وتنشغل سوريا بالحرب، ويتأثر الأردن بتراكمات السنوات الماضية. أمين عام الاتحاد الآسيوي دق ناقوس الخطر. أكيد في خوف، إذا كفينا هيك مثل ما كانت الأمور آخر سنة. وفي القضية الدولية، كيف ستكون صورة الشياطين الحمر بعد السير، ولماذا اختير ديفيد مويز ليكون البديل؟ مشاهدينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا عبر موقع قناة الميادين الرسمي www.الميادين.net، وكذلك لمزيد من المعلومات زوروا صفحة البرنامج عبر البريد الإلكتروني للقسم الرياضي sports@الميادين.net، وكذلك بالطبع موقع الفيسبوك ميدان الرياضة باللغة العربية. معنا كالعادة الرسام الكاريكاتوري عبد الحليم حمود. اليوم عبد الحليم انتقلنا من المستديرة إلى الكرة الحمراء أو البرتقالية إذا جاز القول، لكنها لازالت السياسة حاضرة. تحياتي جوزيف لك وللمشاهد الكريم. في هذه الحلقة سنحاول أن نجمع ما بين علاقة الرياضة أو تحديدا كرة السلة بالسياسة، ومن خلال هذا الكليب الصغير استطعنا أن نأخذ عينة من الحضور والدور إن كان على المستوى الشعبي أو ربما التمويل وغيرها من العناوين. الكاريكاتير يحاول أن يختصر. شكرا عبد الحليم. ومعنا في الاستوديو ضيفنا اللاعب الدولي السوري السابق ومدرب نادي هوبس اللبناني عمر حسينو. مرحبا بك كابتن عمر. مرحبا جوزيف، بتشكركم على الاستضافة الكريمة بتلفزيون كريم، تلفزيون الميادين، القناة اللي دائما هي الأقرب لقلب المواطن العربي. شكرا. ومعنا ايضا عبر سكايب مدرب المنتخب الأردني لكرة السلة مراد بركات. مرحبا بك كابتن مراد. اهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. بداية يعني كابتن عمر حسينو، كرة السلة الأفريقية العربية سيطر عليها المنتخب المصري تاريخيا قبل دخول المنتخب الأنغولي على الخط، كان ممثل أفريقيا في بطولات العالم. ثم لاحقا يعني في النسخة الأخيرة المنتخب التونسي انتزع اللقب ومثل عرب أفريقيا في الألعاب الأولمبية ولو أنه لم يحقق أي نتيجة إيجابية. كيف تلخص يعني مستوى الكرة السلة العربية الأفريقية حاليا؟ هناك تونس، الجزائر، المغرب، مصر، ليبيا. كيف ترى هذه المنتخبات العربية ومستوياتها؟ بالحقيقة جوزيف حكيت باختصار عن ثلاث مدارس أنت موجودة حاليا بإفريقيا. كل بلد ذكرتها أو كل منطقة ذكرتها إلى نمط كرة سلة معينة بتلعبها. كرة السلة المصرية بتعتمد على الأجسام الكبيرة، بتعتمد على التكتيك الدفاعي والهجومي بنفس الوقت بطريقة جدا أجريسيف نقول بقوة بيلعبوا. المدرسة التونسية اللي صار لها خط لحالها نفسها، مدرسة تحترم جدا، تكافؤ ال 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 شكل الفريق دائما وتعايش الفريق بهالنجوم اللي صنعوهم بتونس. انغولا طبعا غنيه عن التعريف، بطل افريقيا، استمروا من فتره كثير طويله، هن متسيدين القاره الافريقيه. دائما متواجدين. ما ننسى كمان التعاون البرتغالي بكره السله الانغوليه، هي اللي اعطت التفوق بطريقه اللعب لانغولا. اليوم ما فينا ننكر انغولا كان من اول سته على العالم ترتيبها. صح.
صحيح. فهن فرق تحترم جدا الفرق الافريقيه. لا تنسى اختلاف الاجسام او اختلاف البنيه الجسديه عن اللاعب الاسيوي. كابتن عمر سنتابع الحديث معك ومع الكابتن مراد بركات، لكن قبل الانطلاق في النقاش سيلخص لنا الزميل سليم عواضه المشكله الواقعه حاليا في كره السله العربيه والاسيويه تحديدا. مع انبلاج فجر الألفية الثالثة انخفضت المشاركات المغاربية والشمال أفريقية في بطولات الأندية والمنتخبات العربية وديا ورسميا. كانت دول مصر والمغرب والجزائر وتونس تتفوق غالبا على منطقة غرب آسيا. دخل إمبراطور الإعلانات الراحل أنطوان شويري على الخط وبنى النهضة الحديثة لكرة السلة اللبنانية عبر تطوير قدرات نادي الحكمة. نجاح أوصل بلاد الأرز إلى نهائيات كأس العالم في إنديانابوليس عام 2002. فتحت شهية دول الجوار على القيام بخطوات مماثلة. دخلت شركة زين للاتصالات بقوة في الأردن، ونزلت حلب الشهباء بثقلها خلف نادي الجلاء. اشتعلت المنافسة بين لبنان وسوريا والأردن، وكان جمهور هذه الدول يرسم نجاحات كل البطولات وخصوصا من الناحية التسويقية. المصيبة جمعت هذا الثالوث المرعب. سوريا شغلتها أصوات المدافع، الأردن انكفأ تحت وطأة سوء التخطيط وغياب التمويل، ولبنان غرق في المال السياسي المرافق للانتخابات النيابية. والحصيلة هي تراجع القيمة المعنوية للمسابقات الإقليمية وتحديدا في المنطقة الأسيوية. الدورات الدولية والودية تشهد تراجعا كبيرا، وصرخات المنظمين ارتفعت. بالأمس انطلقت بطولة أندية غرب آسيا بمشاركة خجولة، ما يعني أن أندية الصف الأول ستغيب مجددا عن نهائيات هذا العام. وبعد شهر سيتكرر الأمر نفسه في كأس آسيا لمنتخبات الرجال والمؤهلة إلى كأس العالم في إسبانيا. هل من حلول أم أنها ضريبة طبيعية بانتظار الانفراج السياسي في المنطقة؟ ننتقل إلى أستاذ عمر. أستاذ عمر، ما هو وضع الكرة السورية اليوم؟ كرة السلة طبعا عادة نسمع بكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، ما هو وضع كرة السلة السورية خاصة في هذه الأزمة؟ طبعا بدي بس نوه لموضوع أنه قبل الأزمة كانت كرة السلة بسوريا مزدهرة جدا بإنتاج نجوم خلفوا النجوم اللي كانت من قبل كمحمد أبو سعد، أنور عبد الحي، طريف قطرش، عمار قصاص. كان في عنا جيل ناشئ طالع. حاليا بالأزمة بسوريا توقف كل هذول النشاطات لأنه لسبب سوء تنقل اللاعبين وعدم إقامة دوري منتظم عم يصير في بطولات محلية مناطقية. يعني بدمشق فيها هلا بطولة حاليا عم تصير بدمشق، اللاعبين كلهم عم يشاركوا فيها بدمشق. هناك كمان بطولات او البطوله الجديده اللي طرقت على كره السله هي 3-on-3 بلاذقيه، كانت عم تجرى من فتره اسبوعين. حلب وضع شوي كرياضه لانه النجوم اللي موجودين بحلب تقريبا صاروا خارج سوريا. المناطق دائما عم يشتغلوا على بعضهم، عم يحاولوا بهالازمه بسوريا انه يرفعوا عن نفسهم بشيء معين اللي هي الرياضه، اللي دائما بتعرفي انه دائما هو شيء محبب جو الرياضه للاعبين. طب ما هي الاوضاع المعيشيه للاعبين حاليا؟ يعني هل تاثروا بشكل مادي كبير بما يحصل بسبب الازمه؟ نعلم بان يعني رواتب اللاعبين الاجانب هي رواتب كبيره، وانت الاعلم بهذا الموضوع بحكم عملك ايضا كوكيل لاعبين. هل تاثر اللاعب السوري ماديا بشكل كبير بسبب الازمه؟ اكيد سوريا كلها تاثرت بهي الازمه اللي موجوده حاليا. اللاعبين هن جزء كثير مهم من المجتمع بسوريا. الجمهور الرياضي كمان هو جزء مهم بسوريا، فاكيد فقد الرونقه، فقد الحافز المادي للاعبين المحترفين. هناك انديه معتمده على هذول اللاعبين، دائما بيكون عندهم عقود ساريه المفعول. حاليا في تخبط بالاداء الرياضي طبعا من الناحيه الماديه، لانه الانديه ما عندها الايرادات من الاستثمارات اللي هي بتعيش عليها بسوريا. دعم الاتحاد الرياضي العام طبعا مشكور على الدعم الموجود هلا، يتناسب مع ظروف الازمه دائما. يعني اليوم في ازمه، خلينا من نوقف ابدا، ما نوقف وراء اصبعتنا. في ازمه بسوريا فبتشمل الكل، والرياضيين هن احد الناس متاثرين بهي الازمه. طب في موضوع اللاعبين نجوم اللعبه في سوريا حاليا، يعني هل البعض منهم احترف خارج البلاد، انتقل الى دول عربيه على غرار كره القدم؟ يعني نعلم في الدوري السوري لكره القدم هناك من احترف في المملكه العربيه السعوديه، في الاردن، في بعض الدول المجاوره، في لبنان. اللاعبون النجوم في سوريا ما هو مصيرهم حاليا؟ بصراحه كره السله بسوريا كانت يعني كثير يعني لعبه شعبيه جدا، فكان اللاعب دائما يجازف
مقارنة يعني شعبيته بسوريا تكون موجودة يفضل عن أنه عقد الاحتراف اللي كان يجي. كنا مالنا عايشين، أنا واحد من الناس ما كنت عايش بزمن الاحتراف، أو يمكن قدرت لحق سنتين بزمن الاحتراف بسوريا، ولكن هناك لاعبين كانوا قلائل اللي بيقدروا يطلعوا يحترفوا، أمثال محمد أبو سعدة وأنور عبد الحي. فحاليا في نجمنا نجم سوري المعروف ميشيل معدل اللي متواجد بالدوري الصيني، أداؤه جدا عم يقدم يعني مباريات جيدة جدا، وأكيد هو فخر لبلدنا يطلع عنا شاب مثل ميشيل معدل اللي يقدر يمثل السلة السورية بالصين. طب هل برأيك بالمشاركات الخارجية معقولة أو ممكنة لفريق سوري أو لمنتخب سوري يعني في بطولات الإقليمية مثل بطولة غرب آسيا أو غيرها؟ حاليا متواجد فريق الجيش السوري بغرب آسيا عم يمثل سوريا للتمثيل، لأنه ما معهم لاعبين أجانب اليوم بسبب الظروف. تحضير اللاعبين أكيد رح يكون شوي مقتصر، على ما رح يكونوا محضرين مثل العادة. موجود حاليا فريق الجيش السوري بغرب آسيا، أداؤهم جيد، أكيد ما عم يقدروا يربحوا لأنه في تفوق بالجانب الأجنبي عند الفرق الباقية. نعم كابتن عمر، يعني سنتابع الحديث معك، ولكن نستعرض حصيلة المنتخبات العربية في المسابقات الدولية، هذا على صعيد كرة السلة طبعا، كان المنتخبات العربية الأسيوية أو المنتخبات العربية الأفريقية ومع أماني. نعم جوزيف، البداية من مصر. كانت مصر في طليعة المنتخبات العربية المشاركة في مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ألعاب برلين 1936 ولندن 48 وهلسنكي 52، وانسحبت عام 1964 في طوكيو. أما اسم العراق فقد ظهر عام 48 في ألعاب لندن. وبالنسبة للمغرب فظهوره كان يتيما في مكسيكو عام 68. شاركت مصر في ميونخ عام 72، ثم انسحبت بعد مباراة واحدة في موريال عام 76، عادت إلى لوس أنجلوس عام 84 وسيول 88. بعدها سيطرت أنغولا على القارة السمراء، فغاب اسم الفراعنة وظهر منتخب تونس في لندن 2012، حيث خسر مبارياته الخمس. في أفريقيا يحتل منتخب مصر المركز الثالث في ألقابها خلال الخمسة أعوام 62 و64 و70 و75 و83 بعد أنغولا، وبالتساوي مع السنغال، فيما أحرز المغرب لقب 65 وتونس لقب النسخة الأخيرة موقفا سيطرة أنغولا بعد ستة ألقاب متتالية. آسيويا، لم تعرف المنتخبات العربية طعم منافسة منتخبات شرق آسيا، بداية إلى أن حلت المملكة العربية السعودية رابعة عام 97 وثالثة عام 99، لكن بعد ذلك جاء المد اللبناني فحل وصيفا أمام التنين الصيني عامي 2001 و2005 وأمام إيران عام 2007، بالإضافة إلى مركزين رابعين عامي 2003 و2009. قطر حلت ثالثة عامي 2003 و2005 على غرار الأردن عام 2009، لكن اللقب العربي أفلت من النشامة في النسخة الأخيرة في ووهان بفارق نقطة يتيمة أمام الصين المضيفة. في بطولة العالم حضرت مصر بقوة في النسخة الأولى عام 50، فحلت خامسة بفوزها على فرنسا وتشيلي، خرجت من الدور التمهيدي عامي 59 وكذلك 70، تذيلت مصر مجموعتها عام 90 و94. لبنان شارك لأول مرة في إنديانا بوليس في الولايات المتحدة عام 2002، والثانية في اليابان 2006، ففاز على فنزويلا وحقق انتصارا تاريخيا على فرنسا في نسخة شارك فيها العنابي القطري لأول مرة. نصل إلى النسخة الأخيرة في تركيا، شهدت مشاركة ثلاثة منتخبات عربية لأول مرة، الأردن وتونس خسرتا في مبارياتهما الخمس، ولبنان حقق الفوز الوحيد على حساب كندا. كانت هذه لمحة عن مشاركات المنتخبات العربية في البطولات الدولية، والآن إليك جوزيف.
شكرا لك أماني. ننتقل إلى مدرب المنتخب الأردني مراد بركات. كابتن مراد، يعني الفورة الأردنية كانت لافتة في السنوات الماضية، والنشامة يعني كانوا على بعد نقطة واحدة من التتويج على الصعيد القاري. كيف تصف كرة السلة الأردنية حاليا؟ هل لازالت في مستوى جيد أم تراجعت في الفترة الأخيرة؟ يعني شوف اللي أحكي لك يا، كرة السلة الأردنية يعني نهضت نهضة كبيرة من فترة طويلة، وكانت في تذبذبات كبيرة، لكن بعد عودة عدد كبير من اللاعبين من الولايات المتحدة أعطى دفعة معنوية وفنية لمنتخب الأردن لكرة السلة، اللي استطاع أن يستغلها بفترة 2007 لغاية 2010. كان هذول اللاعبين في أوج عطائهم، عملوا نهضة سلوية فنية، فالحكي هذا كان مردوده كبير على المنتخب الوطني اللي حقق فيه المركز الثالث وتأهل فيه لكأس عالم، وكمان حقق فيه المركز الثاني على مستوى القارة. لكن كان فترة التركيز المرحلة من 2005 إلى 2010 كان في فترة كبيرة تركيز على عدد معين محدود من اللاعبين. هذا حكي بده يكون له سلبيات وله إيجابيات، لكن سلبياته تظهر متأخرة، إيجابياته ظهرت على طول، كانت فترة بتأهلهم لكأس عالم وحصول على مركز ثاني لأول مرة. لكن الآن بدأنا نقطف بعض السلبيات اللي هي نتيجة عدم اعتماد على عدد كبير من اللاعبين. لكن احنا خلال العامين الماضيات 2011 و2012 ولا ب 2013 عم نعرف هاي النقطة الضعف اللي حصل، بدأنا في تعويض الفارق الفني ما بين اللاعبين المغادرين واللاعبين القادمين، بحيث انه بدأنا نعطيهم الجرعات التدريبية المكثفة، بالإضافة إلى معسكرات تدريبية ومباريات، هذا بالإضافة إلى تقوية الدوري المحلي اللي انعكس كمان على المنتخب الوطني، فأصبح في هنالك عدد كبير من الأندية تنافس على لقب الدوري. هذا حكي له مهم جدا بالنسبة نعم. للاعبين، بالنسبة للمستوى الفني للاعبين. نعم. أستاذ مراد، هل لعب التجنيس دور إيجابي في نتائج بعض المنتخبات؟ أكيد هو التجنيس إيجابي، له إيجابيات كثيرة لكن له سلبيات، بس سلبياته أقل من إيجابياته، فعشان هيك المشروع ناجح لأنه له إيجابياته يعني تميل كفتها عن السلبيات. نعم. كابتن مراد، يعني سؤال أخير، يعني هل تعتبر أن كرة السلة الأردنية قادرة مجددا أن تطرق باب يعني البطولات الكبرى كبطولة آسيا وكأس العالم، وهل تملك كرة السلة الأردنية الجيل الذي يمكنها من الوصول إلى الأحداث العالمية؟ يعني الان كره السله الاردنيه بتوقع فيها عناصر مميزه وعناصر كبيره اللي هي بتساعد على الوصول لهذه، بالاضافه كمان في تراجع في المستويات القاره بشكل عام، هذا الحكي بيعطينا دفعه معنويه نعم. انه نحن نبقى قريبين، يعني المستوى القاري بشكل عام مش زي زمان، يعني في تراجع، في اعتزالات، في لاعبين، فيش احلال لاعبين جدد بشكل لائق، فهذا الحكي بخلينا قريبين جدا من التاهل وقريبين جدا من الحصول على المراكز المتقدمه على مستوى القاره، فالحمد لله يعني اللاعبين احنا اللي بدانا فيهم الخطوه الجديده هاي من سنتين، انا بتوقع خلال السنه القادمه يكون يعني هاي السنه والسنه القادمه راح ناخذ نتائج جيده. شكرا جزيلا لك الكابتن مراد بركات مدرب المنتخب الأردني ولاعب السابق أيضا. قبل التوقف مع الفصل الأول، كابتن عمر حسينو، يعني كيف ترى المشهد كرة السلة الأردنية؟ شاهدنا يعني ذكرت اللاعبين السوريين في الفترة الماضية، أنور عبد الحي، طريف كوتراش، أنت منهم يعني، واللاعبين الآخرين أيضا. كرة السلة الأردنية كانت كرة مميزة، زيد الخاص وبعض اللاعبين يعني ليس مجنسين أو الذين استعادوا جنسية. برأيك كرة القدم الأردنية هي التي ترفع الراية حاليا في هذه المنطقة، منطقة بلاد الشام؟ أول شيء بدي وجه تحية لمراد بركات، كابتن كتير كبير وكان إلي الفخر بيوم من الأيام اللي لعبت تجاهه. كرة السلة الأردنية دائما كان تنتج لاعبين بالفعل مميزين جدا من الناحية الفنية، رغم أنه العامل الطول أو عامل القوة عندهم نعم. فقدوا لمرحلة ما بعد مراد وهلال، نحن دائما بنسميها لاعبين كرة السلة في مرحلة ما بعد مراد وهلال. إجا دعم فريق مراد وهلال الكابتن ناصر بوشناق، طبعا لاعب غني عن التعريف، لاعب كتير كبير، سمير مرقص، كل هذا الجيل الذهبي، جيل خلينا نقول 85 بالبطولة العربية بالمغرب، بالفعل غير نظرة آسيا
لكرة السلة الأردنية تحديدا، جيل العمالقة اللي نحن دائما بنسميه. منتخب الأردن ما بعد مراد وهلال خلينا نرجع نحكي فيها، زيد ألخاص، زيد عباس، أنفر شوابوفسكا، سام داغلاس، كل هدول اللاعبين هن إنتاج خلينا نقول نص محلي نص أجنبي من الناس اللي استردوا جنسياتهم الأردنية، عملوا منتخب كثير كبير. كرة السلة الأردنية بحاجة لأنه تضل مستمرة، لأنه إحنا بالمنطقة أو بمنطقة بلاد الشام بحاجة لأنه يكون في الأقطاب الثلاثة سوريا ولبنان والأردن تحديدا برياضة كرة السلة. شكرا كابتن عمر. قبل التوقف مع الفصل الأول نتوقف مع عبد الحليم، هذه المرة الكرة تحلق في دانك عندك عبد الحليم أو أليوب أو ما شابه؟ يعني السياسة اخترت هذا العنوان من أجل الإضاءة عليه، دور السياسة السلبي في كرة القدم، فيقوم اللاعب بنفخ كرة السلة، يقوم اللاعب بنفخ الطابة، لكن الخطاب السياسي يكون على الطابة حيث يتم تسريب الهواء بشكل سلبي. أحيانا ربما السياسة تكون إيجابية من خلال دعم بعض الفرق لكنها عموما سلبية. سنتحدث عبد الحليم عن السياسة وكرة السلة لكن بعد الفصل الأول في حلقة يوم من ميدان الرياضة، لحظات ونعود إليكم. عودة إلى ميدان الرياضة ومع كرة السلة العربية والمشكلات التي تضرب هذه اللعبة التي تعتبر الأولى في بعض الدول خصوصا في لبنان مثلا، مع الكابتن عمر حسينو. كابتن عمر، يعني اللاعبين الصاعدين في لعب في كرة السلة، ما هي الطريقة الصحيحة لنشأتهم في كرة القدم؟ نشاهد أكاديميات، نشاهد مدارس تدريب محددة. في كرة السلة هل من مشكلة حاليا في إيجاد النجم المستقبلي لدى العرب، أكان في سوريا أم في لبنان أو في الأردن؟ هذا يعني في الحديث عن منطقة الشام أو منطقة غرب آسيا العربية. جوزيف، مفروض باللاعب الصغير دائما نحن نتذكر اللاعبين الكبار. هلأ اليوم أنا وأنت قاعدين بهالحوار اللطيف نتذكر أسماء كتير كبيرة. طب أنا اليوم لحتى قارن باللاعبين الصغار، مين فيني شوف أنا مثلا بمثل شكله أو بنجومية إليم شنتف، جيل اللبناني الكبير اللي كان موجود، بولس بشارة، ياسر الحاجة، سام أنسو، وليد دمياطي، كل هدول العالم. بسوريا مين بده يكون بديل لأنور عبد الحي، لمحمد أبو سعدة، لطريف كوترش؟ بالأردن بدي مراد بركات تاني، بدي هلال، زيد الخاص، بدك زيد الخاص، بدك كل هالعالم. اليوم تحديدا الرياضة المدرسية لها كتير أثر كتير كبير بهذا الحديث، تحديدا المدارس الحكومية وليست المدارس الخاصة. لماذا؟ المدارس الخاصة يا صديقي دائما اللاعبين اهتمامهم الدراسي بيطفوا عن وخليني نكون صريح معك بهذا الموضوع، بيطفوا عن الجانب الرياضي، او الاهل تفكيرهم بهذا الشيء دائما بيطفي انه لا انا بيهمني دراسته اكثر شيء. نحن اليوم بكره السله اي لاعبين مميزين اليوم بامريكا عم يبعثوا اخبار للمناطق العربيه انه مين في عندكم لاعب مميز دراسيا وعنده الامكانيات البدنيه اللي يقدر يلعب كره السله، بيقدر ياخذ سكولرشيب بامريكا، بيقدر يتميز ويصير لاعب بجامعات بامريكا. فاليوم تحديدا المدارس الحكوميه لازم تهتم بالرياضات وبالاختصاص تحديدا. يعني مش كل طويل بيقدر يلعب كرة سلة، مش كل قصير هو لكرة القدم، ومش كل قصير هو للبينج بونج. اليوم في اختصاصات، فهذا بيرجع الاختصاص هو للمعلم اللي هو المدرب. فالمدرب اليوم نحن بنفتقد موضوع المدرب العربي. اليوم المدرب العربي الكفوء هو ما هو موجود بلبنان أو بسوريا أو بالأردن، هو موجود في دول الخليج أو خارج بلاده. خلينا الكسب المادي، الكسب المادي طبعا لأنه هو غير مدعوم من بلاده، أو غير يعني غير مفعل، غير ما عندنا إيمان بالمدرب العربي. يعني في عندنا مشكلة في هذا الموضوع. فاليوم تطلع تلاقي دول الخليج هي شكلها بيلعبوا كرة سلة إحنا بنلعبها، بس ما عندهم الأجسام. شيلك عن قطر، طبعا قطر موضوع تاني. نعم. ما عندهم. الإمارات العربية المتحدة اليوم تقدم كرة سلة كتير ممتازة. السعودية إلى باع كتير. بما أنه تحدثت عن الخليج، عفوا بلقطها للحديث، لا أكيد، بأنه تحدثت عن الخليج وقطر، أين هي الكرة السلة العربية؟ وطالما تقول أنه كل المدربين يذهبون إلى الخليج، أين هي السلة الخليجية؟ كرة سلة، المشكلة كرة سلة بالخليج تفتقد لأهم عامل في الرياضة وهي الإمكانيات البدنية. الإمكانيات البدنية سبحان الله نحن كبشر إلنا أوصاف، يعني أهل الشام معروفين كيف شكلهم، أهل الخليج، أهل مصر، يعني هي سبحان الله هي هيك. فاليوم كرة السلة الخليجية تحديدا عم بحكي عن كرة السلة تفتقد لعامل الطول.
اليوم اللاعب المبرز بأي منطقة بالخليج بيكون طوله فوق المترين، فهذا بالنسبة لهم شغلة كتير كبيرة. أنا اليوم بلبنان عندي بفريقي بالهوبس عندي ثلاث لاعبين 16 سنة أعمارهم تفوق أطوالهم المترين المترين سنتي. فاليوم أنت بدك تعرف كيف تصنع هذا النجم. تبلش من الرياضة المدرسية بتكمل مع الأندية باهتمام بالأكاديميات. الأكاديميات اليوم نحنا ما بتعتبرها طبعا لا دعايه ولا شيء. اليوم اكاديميه هوبس تضم 500 طفل وطفله. في نهايه فتره الصيف انا موجود عندي بالمينيموم عندي 20 لاعب و20 لاعبه قادرين انه يكملوا ويلعبوا كره سله صح. بس لازم تفعل هذا الموضوع بطريقه المدارس 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 دائما. يعني هذا الدعم بده يجي من وزاره التربيه للمدارس لحتى تقدر تعمل بطولات مدرسيه. اليوم بلبنان خلينا نحكي، انا موجود بلبنان ما في بطولات مدرسيه للمدارس الحكوميه. انا طبعا عم بحكي طبعا استاذ الرياضه هو استاذ لكل الرياضات، ما في تخصص بهذا الموضوع، ودعم من الوزاره للمدارس ما هو موجود. كابتن عمر، طالما تتحدث عن هوبس وعن لبنان، هناك مشكلة يعني واقع فيها الدوري اللبناني لكرة السلة، حيث رجال السياسة يتدخلون في كرة السلة من بابها العريض لتغرق اللعبة الشعبية الأولى في مستنقع الانتخابات النيابية. مايك شالهوب طبع التفاصيل وعد هذا التقرير. في الشكل هي منافسة حادة بين ناديي شونفيل بطل لبنان وعمشيت الوافد الجديد إلى أضواء الدرجة الأولى. في المضمون هناك شبه إجماع على أنه انعكاس للتنافس الانتخابي بين رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشيل عون. فالشونفيل يموله رجال أعمال مقربون من العماد عون، وعمشيت يرعاه شربل سليمان نجل رئيس الجمهورية. طلاق سياسي بين العمادين انعكس على أرض الملعب ليظهر الخلاف في المباراة الثانية بين الفريقين ضمن مرحلة الإقصائيات. الوضع تفجر في اللقاء الثالث، حينها تقدم الشونفيل في السلسلة بفوزين في مقابل واحد. المواجهة الرابعة لم يكتب لها أن تبصر النور، فجمهور عمشيت منع ضيفه من النزول إلى أرض الملعب. أرجأت المباراة لأكثر من مرة إلى أن أقفل حكام المباراة لسكورشيت بنتيجة 20-0، واللافت أنه حتى الساعة لم يثبت الاتحاد اللبناني فوز الشونفيل رسميا. حاولنا جاهدين الاتصال بأحد إداريي عمشيت لكن أحدا لم يجب، لنعلم لاحقا أن القيمين على النادي شاءوا الابتعاد عن كافة التصريحات الإعلامية. المدرب غسان سركيس رأى عدلا في النتيجة. ورجعنا توجهنا الساعة 8 على عمشيت، نطرنا لحتى ننزل نلعب الجيم، كنا مطوقين من عناصر يعني غفيرة جدا بالملعب مشجعين، ما قدرنا نتحرك من الباص ولا نفل ولا نضل ولا ننزل على الملعب. غادر الشونفيل إلى العراق لخوض غمار بطولة غرب آسيا على أن يعود لاستكمال منافسات المربع الذهبي في لبنان، إلا إذا حصل أمر مفاجئ ولعب الفريقان المباراة الرابعة. التغيير في موقف الاتحاد وكلال الفريقين مرهون بتغيير المزاج السياسي المتغلغل في كرة السلة اللبنانية. لعبة تقع اليوم بين مطرقة اتحاد لا يحظى بإجماع الأندية وسندان مال سياسي رفع مستواها فانعدمت الروح الرياضية، وما عاد أحد يريد أن يتقبل الخسارة. معنا زميل إبراهيم الدسوقي عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة. أستاذ إبراهيم، يعني نادي عمشيت بعد تخسيره المباراة في الدوري اللبناني يهدد أنه بحال أصدر الاتحاد اللبناني لكرة السلة تعميما بتخسير هذه المباراة قد يلجأ إلى القضاء اللبناني ولا الاتحاد الدولي لكرة السلة. ما هو موقف الاتحاد بحال حصل هذا الأمر؟ استاذ جوزيف، يعني احنا كنا بنفضل انه المباراه تحسم على ارض الملعب وليس بسكور شيت من دون اقامه المباراه. ايضا كنا بنفضل انه خلافات لعبه كره السله تضل في اروقه الاتحاد وبين الاتحاد والنادي وما تتحول للقضاء. اما وقد شاء يعني حتى يعني حتى ما نظلم نادي عمشيت، نحن حتى اللحظه نحن عم نتكهن او عم نستند الى معلومات اغلب الظن انه نادي عمشيت سيتوجه الى القضاء، ولكن مثل ما ذكرت بالتقرير صحيح نادي عمشيت لم يدلي بأي تصريح بهذا الشأن. إذا قرر يروح على القضاء هذا بيكون شأنه بآخر النهار، ونحن طبعا ما بنفضل هذا الأمر، ولكن على الاتحاد أن يرد الحج بالحج. طيب بصراحة أستاذ إبراهيم، هل تعتبر أن بطولة لبنان أصبحت يعني في مهب الريح بعد استقالة بعض الأعضاء من الاتحاد اللبناني والحديث ربما عن استقالات أخرى في المستقبل؟ ما فينا ننكر انه الوضع ابدا منه صحي،
التجاذبات اللي شهدتها العمليه الانتخابيه لم تنتهي الديوله بعد الانتخابات، وبالتالي تاثرت البطوله بهذه الانتخابات وبهذه النتائج. ولا شك انه لما عم نقرب على مراحل حساسه من البطوله عم بيكون الوضع اذا بدك حساس اكثر، وعم تكون الامور عرضه للهزات اكثر واكثر. في عندنا مشكله حقيقيه قائمه انه في 4 اعضاء بالاتحاد مجمدين عضويتهم، طبعا القانون ما بيعترف بشيء اسمه تجميد عضويه، يعترف بحضوره ومشاركه او عدم حضوره ومشاركه، ولكن القانون بيقول ايضا انه اذا اعضاء تغيبوا اكثر من 3 جلسات يعتبروا اوتوماتيكيا بحكم المستقلين، وبالتالي الدعوه لانتخابات لشغل مراكزهم. طبعا هذا الامر رح يخلق ارباك كثير كبير اليوم للاتحاد، هل رح يقدم على هذه الخطوه او رح يخالف القانون ويعتبر انه وكانه شيئا لم يكن بهذا الموضوع. وطبعا يعني هذه المشاكل عم تسحب اللعبه للمستنقع اكثر واكثر. طب هل سيتحمل يعني الاتحاد اللبناني لكره السله تداعيات هذه الخطوه؟ انا ادعو أن الظرف اليوم انت واصل لمرحله حساسه بالبطوله، في انديه حاطه استثمارات، حرام تتاثر هذه الاستثمارات بالتجاذبات. مشان هيك كمان بدعي انه الاعضاء اللي هن مقدمين او مجمدين عضويتهم يرجعوا عن هذا الموضوع ويكفوا عمله. شكرا لك الزميل ابراهيم الدسوقي عضو الاتحاد اللبناني لكره السله. امان، يعني ما هو الموقف الرسمي الاسيوي في هذه الامور التي تحدث حاليا على ساحه كره السله العربيه الاسيويه؟ نعم جوزيف، ميدان الرياضه كان له وقفه مع امين عام الاتحاد الاسيوي لكره السله هاكوب خاتشريان، علق باسلوبها الخاص على كل ما اشرنا اليه، وكالعاده اوصل رسائله من دون ان يمس احد. نستمع اليه. على بركة الله نبدأ. بس أنا ما عندي خوف على المنطقة، لأنه دائما كل شيء ما بيجي من الفراغ. منطقة غرب آسيا آخر 10 سنين بجهد كل الاتحادات، آخر 14-15 سنة صار عندنا ثقافة كرة سلة، أصبحت كرة سلة الرياضة الأولى بكذا دولة. هيدي بسبب تراجع مستوى كرة القدم يمكن، أو مشاكل اللي بتعاني منها كرة القدم، بس نحن استفدنا من الوضع وصار كرة السلة اللعبة الشعبية الأولى بعدة بلدان بالمنطقة. بالنسبة لغرب آسيا فيني أقول لك بعد عنا الرسمال اللي عم نقدر نستغل لحد هلا. أنا ما بشاطر رأيك إنه مستوانا هبط بعد منتخبات غرب آسيا، هن بأوائل بآسيا، والفرق اللي عم تتأهل لبطولة عالم أو أولمبياد. أكيد في خطر إذا تكفت الأمور مثل ما بالوضع الحالي، مشاكل سياسية أمنية بالمنطقة، عدم قدرتنا بإقامة بطولات حسب البرامج اللي كنا مطبقها من السنة الماضية وقبل. أكيد في خوف إذا كفينا هيك مثل ما كانت الأمور آخر سنة. المشكلة الأساسية بأردن، بدل فريقين في عنا فريق واحد، مع أنه الحالة الأمنية والسياسية رايقة بالبلد، بس المشكلة الحالية نتيجة تراكمات السنين الماضية. عم تقول أنه كان في عنا بطولة قوية وكان في مال، كان في مال سياسي، هذا اللي بيخوف، لأنه المال السياسي موجود هون، عتبة انتخابات النيابية يمكن ما تكون موجودة، وأيدي من هواجس الفرق اللي عم تنافس هلا. حتى المشكلة الأساسية بكرة السلة أو الرياضة اللبنانية ككل، ما راح أحكي عن السلة بس لأنه سلة حالة فريدة بلبنان بالرياضة اللبنانية. ما في سياسة، ما في استراتيجية رياضية بلبنان، وتعاقبت كذا لجنة أولمبية ما قدرت تعمل هالشيء، ولا الاتحادات الوطنية ما قدرت تعمل شيء. إذا ضل الوضع هيك مثل أي منطقة عانت من الحروب أو المشاكل السياسية، بدها تعاني كل شيء، الاقتصاد والرياضة، ما فينا نطلع منها. يعني فيني أعطيك الأقرب شيء المثل منطقة يوغوسلافيا، يعني اليوغوسلافيا كان البلد منتخبات أو أندية أكيد كانوا بيكونوا موجودين بنهايات بطولة عالم، تراجع مستواهم لفترة معينة.
هذا كان حديث امين عام الاتحاد الاسيوي لكره السله جوب خجريان كابتن عمر حسينو. يعني قبل التوقف مع الفاصل الثاني، هل تعتقد يعني كلاعب سابق واللاعب يشعر اكثر من اي انسان اخر ماذا يحدث، هل تعتقد ان السياسه فعلا تدخلها يضر في لعبه كره السله وفي اي رياضه كانت؟ ما في شك السياسه هي خطر على الرياضه بصراحه، ولكن في لبنان حاله خاصه ومعينه وهي محببه للعالم. اليوم من غير الداعمين ومن غير الناس خلينا نقول المحبه للانديه، كافه الانديه طبعا، ما راح نلاقي كره السله بلبنان موجوده غير على مستوى عادي. اليوم الدوري بلبنان من اقوى الدوريات، خلينا نحكي على المنطقه باسيا، يعني ما بدي بالغ لك، بس هو من التوب 5 باسيا الدوري اللبناني. انا بقول الدوري اللبناني، بدي احكي كلمه هيك صغيره، بيستاهل يتكمل بطريقه حلوه، بيستاهل يتكمل بطريقه صح، لانه بالفعل انا الحاله اللي بشوفها طول عمري وقت كنت لاعب دائما نجي على لبنان، الحاله الشعبيه او هالغرام الشعبي لكره السله شيء كثير عالي، فحرام نفقده ببلد مثل لبنان. بغض النظر عن المشاكل السياسيه او بغض النظر عن مشاكل الرياضه، انا مع راي ابراهيم دسوقي انه لازم تنتهي المباريات بارض الملعب، لا هي على سكور شيت ولا هي بالاتحادات. طبعا مع احترامي للوائح الموجوده، لوائح العقوبات الموجوده بالاتحاد اللبناني اللي احنا دائما عم نلعب تحت مظله الاتحاد اللبناني، بس انا بفضل كلاعب انه دائما المباريات تنتهي تنافسيه بأرض الملعب. الخاسر أكيد دائما بتقول له هارد لك، والفائز بيتقدم وبيقدم مباراة كرة سلة. خلي الرياضة أو خلي تحديدا كرة سلة بلبنان دائما مزدهرة، خليهم يبعدوا أو خلينا نبعد، خليني أنا لأني أنا اليوم جزء من هاي الأسرة، خلينا نبعد عن السياسة، دائما خلينا نفكر بموضوع الرياضة لأنه الشعب بيستاهل يحضر رياضة. نتمنى أن السياسة تبعد عن الرياضة وكرة السلة. شكرا جزيلا لك كابتن عمر حسينو، اللاعب الدولي السوري السابق ومدرب نادي هوبس اللبناني. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع الفاصل الثاني وننتقل لفتح ملف اعتزال المدرب البريطاني أليكس فيرجسون من تدريب نادي مانشستر يونايتد. عودة إلى ميدان الرياضة لمناقشة موضوع اعتزال المدرب البريطاني أليكس فيرجسون من تدريب نادي مانشستر يونايتد، ومعنا مباشرة من العاصمة الإنجليزية لندن الزميل زياد منصور. مرحبا بك زياد. مساء الخير زميل جوزيف، مساء الخير زميل أماني وجميع متابعين قنواتكم الكريمة. شكرا لك أماني. يعني أليكس فيرجسون اسم كبير، فاجأ البعض باعتزاله تدريب في مانشستر يونايتد. صحيح جوزيف، اسم لن تنساه كرة القدم العالمية، مدرب أعاد مانشستر يونايتد إلى سكة البطولات بعد غياب أكثر من 20 عاما. يموت الناس عادة قبل أن تنصب لهم التماثيل، وأنا أرى تمثالي، يعني أني ميت على قيد الحياة. كانت رحلتي مذهلة، دربت لاعبين عظماء يجب أن يدشنوا تماثيل لهم جميعا، أنا فخور لأني دربتهم. هذا هو أليكس فيرجسون، وليس من فراغ منح لقب السير. ثمة إجماع على أنه سر نجاح مانشستر يونايتد، وهناك من يردد ويل للشياطين الحمر بعد فيرجي، لكنه غالبا ما يجير هذا النجاح لمصلحة اللاعبين، غالبا ما يردد أنه محظوظ بهم، بعضهم كانوا نجوما ولمع بريقهم تحت قيادته، وأبرزهم الفرنسي إريك كانتونا، وكثيرون صنعتهم يداه وفي مقدمهم كريستيانو رونالدو. قصة خرافية أن أصمد طيلة هذه الفترة. التدريب تغير كثيرا مع الوقت، الأمور تتغير مع تقدم الأعوام، طريقة التدريب الحالية تختلف عما كانت عليه قبل 8 أعوام، لقد تغيرت. أنجح مدرب في تاريخ الكرة الإنجليزية، أحرز 37 لقبا بينها الدوري المحلي 13 مرة، والكأس 5 مرات، وكأس الرابطة 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين. يترك الفريق اليوم من دون أن يشبع من الألقاب، فيتحسر على عدم إحراز المزيد. بعد كارثة ملعب هيسل عام 85، عرف المانيو ضالته المنشودة عندما تعاقد مع الإسكتلندي. استلم فريقا مهترئا وراح يبني حجرا حجرا، وانتظرت إدارته 4 سنوات ليحرز لقب الكأس وتكر سبحة المجد. في عام 2001 فكر فيرجسون في الاعتزال، لكنه عاد عن قراره وعزز سمعته كمكتشف للمواهب
وعرف بقدرته على التعامل مع خطة الخصم واتخاذ قرارات جريئة. فيرجسون المولود في جلاسكو سيدخل ملعب أولد ترافورد مدربا لآخر مرة في 12 من هذا الشهر للقاء سوانزي سيتي، وفي 19 منه سينهي مسيرته التدريبية رسميا في ضيافة ويست بروميتش ألبيون عن 72 عاما. الزميل زياد منصور، وأنت متخصص في تغطية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، هل تعتقد أن فعلا سير أليكس اعتزل التدريب يعني بسبب الإجهاد ولرغبته بالسفر حول العالم مع زوجته كما نقل عنه المدرب الإيطالي فابيو كابيلو؟ صحيح، سمعنا كثير من الأخبار فيما يتعلق بتقاعد سير أليكس فيرغسون. بداية سيكون فراغ كبير هنا بالكرة الإنجليزية، تعودنا عليه 26 عاما وأكثر وهو موجود. الكرة الإنجليزية دائما ما تعرف وجود سير أليكس فيرغسون، من دونه لا نعرف كيف سوف يكون الحال. حقيقة أمور عدة قيلت عن سبب تقاعده، لكنه سئل بالأمس عنه عبر قناة رسمية لنادي مانشستر يونايتد، قال بأن قراره بالاعتزال لم يأتي فجأة، كان في ديسمبر من العام الماضي اتخذ هذا القرار بالاعتزال وأخبر زوجته به. السبب الرئيسي هو يقول لأن زوجته توفت شقيقتها وتركت فراغا كبيرا، وهو يريد أن يساند زوجته الآن لأنها طوال عمرها كما قال كانت حجر الأساس ودائما مساندة له خلال مسيرته. الآن حان الدور بالنسبة له أن يعيد لها أن يشكرها بطريقة ما وأن يكون جانبها في هذه السنوات. طبعا هو أراد أن يرحل وهو طبعا يحقق بطولة، وهذا ما فعله. طبعا استعاد اللقب الذي بالنسبة له سرق من قبل الجار مانشستر سيتي الموسم الماضي في آخر لحظات، لذلك فهو ترك وهو في القمة كما يقولون، وهذا ما كان دائما يبحث عنه السير أليكس فيرغسون. نعرف أيضا بأنه سوف يجري عملية جراحية في الصيف، وهذا لربما كان سببا، لكن السبب الرئيسي كما ذكر أمس بقناة نادي مانشستر يونايتد هو زوجته كاثي. طب زياد، يعني سؤال بديهي، لماذا نجح فيرغسون في 26 عاما حيث فشل آخرون؟ يعني أسماء كبرى في الدوري الإنجليزي سقطت، لكن هذا الاستمرار الكبير ما هو سببه برأيك؟ الجواب في سؤالك زميل جوزيف، أنت قلت الاستمرار، وهذا هي كلمة السر، الاستمرار. هذا ما نلاحظه في الدوري الممتاز في هذه السنوات، لا مدرب يستمر لفترة طويلة، دائما ما تتم الإقالات. لكن السير أليكس فيرغسون منح الوقت ومنح الثقة، وقد تمكن من بناء مانشستر يونايتد كما ذكرتم في التقرير حجرا حجر حتى وصل إلى ما وصل إليه. تطلب الأمر سنوات حتى تمكن من ذلك، لكنه مدرب قدير، تمكن من التأسيس من الأسس الأساسية طبعا في النادي وصعودا، وطبعا باكتشاف بعض المواهب وأيضا التعاقدات الذكية والتي كان منها طبعا إريك كانتونا الذي هو غير كثير من تاريخ مانشستر يونايتد. السير أليكس فيرغسون طبعا دائما عنده الجوع للانتصارات، دائما عنده الرغبة بتحقيق الفوز، وهذا ما جعله طبعا دائما متفوق على غيره. لا يرضى أن يكون في المرتبة الثانية، هي لا تعني له شيء، خاصة في الدوري الممتاز، ربما في دوري الأبطال الأمر كان أصعب، وهذه هي نقطة الحسرة الوحيدة ربما بالسير أليكس فيرغسون خلال مسيرته. نعم، الكلمات عجزت عن وصف المسيرة الأسطورية للسير، الأرقام فرضت نفسها كأبلغ شاهد على مسيرة القائد التاريخي للشياطين الحمر، ومجددا معك أماني. شكرا جوزيف. تغييرات رياضية وسياسية عدة قلبت الموازين العالمية في العقود الثلاثة الأخيرة ولم يهتز لها موقع فيرغي. خلال حقبته تناوب على كرسي البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية خمسة رؤساء، رئاسة وزراء بريطانيا قابلت الإدارة الأمريكية بالعدد نفسه. شعب مانشستر نصبه زعيما، لكن اختيار التوقيت المناسب للتنحي عن العرش وقع عليه بقلمه. قاد يونايتد إلى المجد في 1497 مباراة، فاز في 893 وتعادل في 337 وخسر فقط في 267، حصد 38 لقبا في مختلف البطولات المحلية وكذلك القارية. الفوز على إبسويتش تاون كان الأكبر في مسيرة المعلم، 9 أهداف نظيفة أدخم بها أبناء الاسكتلندي شباك ضيوفهم عام 1995. رصيد نقاط السير طوال مسيرته في الدوري الممتاز بلغ 1988 نقطة. فيرغسون ظل ثابتا طوال تاريخه، صولات وجولات لأقرانه أكثر من 250 مدربا مروا على البريمير ليج في ظل حكم المدرب المحنك لمدينة مانشستر. جاره اللدود سيتي تعاقد مع 19 مدربا، تشيلسي استعان ب 18، وليفربول اكتفى
بسبعة مدربين فقط. على صعيد كبار الأندية الأوروبية أيضا لم يستطع أحد منافسة سير خلال حقبته، تعاقب على تدريب ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ 14 مدربا، 19 منهم قادوا إنتر ميلان و13 دربوا ميلان، فيما أشرف 11 مدربا على برشلونة. واليوم نحن نودع السير أليكس فيرغسون. كانت هذه لمحة على مسيرة القائد التاريخي للشياطين الحمر. إليك جوزيف. شكرا لك أماني. أستاذ زياد، يعني عرف فيرغسون بعنفه داخل غرف الملابس، وخصوصا الحادثة الشهيرة مع ديفيد بيكهام عندما سدد الحذاء على جبين أو جبهة اللاعب الشهير وتسبب بجرح كبير له. ما هي قصة مجفف الشعر أو هير دراير التي اشتهر بها فيرغسون؟ بداية أنا أيضا من خلال عملي كنت ألاحظ ذلك، أحيانا حين نود أن نجري معه المقابلة إن خسر يونايتد الأمر يكون صعب، يكون دائما غاضب لأنه كما ذكرت هو لا يرضى بالخسارة أبدا، يعتبر بأن هناك تقصير. حكاية الهير دراير أو مجفف الشعر التي تحدثت عنها هي الحقيقة أطلق عليه مارك هيوز لاعب السابق في مانشستر يونايتد أو سباركي كما يعرف، حين وصف الطريقة التي تحدث بها سير أليكس فيرغسون مع اللاعبين حين يكون غاضبا، هو ذكر بأنه يقترب ويكون وجها لوجه مع اللاعب ويصرخ في وجهه إن هو أخطأ. فمارك هيوز قال عن طريق المزح، حين يصرخ وجها لوجه فأن تشعر كأن شعرك يعود إلى الخلف، كأنه مصفف شعر ينفخ هواءه عليك، لذلك اشتهر بهذا الاسم سير أليكس فيرغسون بسبب غضبه. طبعا تحدثت أنت عن حادثة بيكهام، هناك أيضا أحاديث كبيرة عن لربما خلافات مع بعض اللاعبين ورمي كوس الشاي وما إلى ذلك، أكواب الشاي عفوا وما إلى ذلك. سير أليكس فيرغسون هذه طبيعته، وهذا ربما ساعده على تحقيق الانتصارات التي حققها، لأنه هو شخص عاطفي وينقل عاطفته ورغبته بالفوز إلى لاعبيه الذي يتحول إلى نسخة منه أيضا على أرض الملعب، لا يقبل بالخسارة، لذلك دائما يونايتد سجل أهداف في اللحظات الأخيرة. نعم زياد، لماذا اختار اليونايتد ديفيد مويس بالتحديد؟ يعني هناك أسماء أكثر شهرة منه مثل مورينيو أو أنشيلوتي وغيرهما، لماذا اختير ديفيد مويس؟ بداية أعتقد هذا اختيار ممتاز زميل أماني، لأنه ديفيد مويس تمكن من بناء أجيال عدة مع فريق أفرتون ولم يكن لديه الدعم المادي الكافي، وتخيلوا الآن مع يونايتد ومع الدعم المادي الكبير الموجود ماذا يمكن أن يفعل. يونايتد كان يمكن أن يبحث عن الحلول السريعة لربما كجوزي مورينيو الذي ينتقل من نادي إلى نادي يحقق معه بطولات ثم يترك. مورينيو مدرب رائع لكنه لا يترك أسس، وهذا ما لا يريده يونايتد. يونايتد يريد على المدى الطويل أن يكون مستمرا. ديفيد مويس شخصية مماثلة جدا لسير أليكس فيرغسون، ليس فقط من مكان النشأة، هم الاثنان من مدينة غلاسكو، ليس فقط بالصعود لم يكن لاعب ممتاز لكنه كان دائما يملك الشغف، لكنه كان مدربا ممتازا كما كان سير أليكس فيرغسون. لم يحقق بطولة مع أفرتون، نعم هذا صحيح، لكن كم مرة كان قريبا، كم مرة تمكن من بناء فرق. نلاحظ طبعا الكثير من اللاعبين انتقلوا إلى أندية وحققوا معهم بطولات لأنهم كانوا بأسس جيدة مع فريق أفرتون. ديفيد مويس يملك الشخصية التي يبحث عنها سير أليكس فيرغسون ويبحث عنها مانشستر يونايتد، وأهمها هي الولاء والقدرة على بناء الأجيال وليس فقط تحقيق البطولات بشكل مفاجئ. نعم أستاذ زياد، برأيك لماذا تم التعاقد لمدة 6 مواسم مع مويس خلافا لتعاقدات أخرى مع مدربين آخرين؟ هل هذا يعني بإطار سياسة الاستقرار التي يعتمدها يونايتد؟ طبعا كما ذكرنا في البداية تسألتني عن سبب نجاح سير أليكس فيرغسون وهو الاستمرارية، هذا ما يسعى إليه النادي أيضا، هنا يريد أن يكون هناك استمرارية وأن يعرف الجميع بأن ديفيد مويس ليس موجودا فقط لفترة معينة، بل أنه سوف يستمر مع النادي لمرحلة طويلة، سوف يمنح المساندة التي سوف يحتاج إليها، وسوف يكون معه وقت لبناء أيضا جيل قادم لمانشستر يونايتد. هو يملك أسس حاليا تركها سير أليكس فيرغسون، نادي يمشي بخطى ثابتة وكل شيء محدد ومعروف، ونادي يمكن له أن يحقق البطولات. لا يعني رحيل سير أليكس فيرغسون بأن هذا النادي سوف ينهار، على العكس، فهو النادي لم يتركه سير أليكس إلا حين ضمن بأن النادي قادر على الاستمرار لفترة طويلة، وديفيد مويس هو سيكون استمرارية أيضا للنهج الاسكتلندي. طبعا نعرف هناك دائما المدربين الاسكتلنديين مروا على مانشستر يونايتد وحققوا البطولات، ديفيد مويس أنا أعتقد سوف يكون تعاقد ممتاز جدا وسيحقق النجاح مع مانشستر يونايتد. نعم زياد، من هم اللاعبين الجدد الذين سيجلبهم معه مويس إلى الفريق؟
طبيعي طبعا، بما انه كان مدربا لايفرتون وهو انتهى عقده هناك، فهو لا شيء يربطه من ناحيه الارتباط مع النادي كي يمنعه من محاوله التعاقد مع اللاعبين. فورا ذكر اسم ديفيد مويس بانه سوف ينتقل الى يونايتد مباشره. الاشاعات ربطت ليتون بينز الذي هو كان لاعبا دائما يرغب يونايتد بضمه، نعرف بان باتريس افرا في اخر مراحله الان مع الفريق، فضم ليتون بينز سوف يكون امرا ممتازا جدا. اللاعب الاخر هو مروان فلاييني، طبعا لاعب بخط الوسط البلجيكي ذو الاصل المغربي، وهو ايضا لاعب ممتاز في حال كما توقع سوف نتحدث في حال رحيل وين روني الذي شغل مراكز عده في وسط الميدان هذا الموسم، سيكون دوره كبيرا لان يونايتد يحتاج لاعب حقيقه في وسط الميدان رغم انه لديه حاليا، لكن نعرف مع اعتزال سكولز ومع تقدم راين جيس في السن فهذا ربما هنا نقطه ضعف قليله نوعا ما عند يونايتد فبحاجه لتعزيزها. طبعا ايضا هناك اسماء كثيره، ربما كان منهم رادمير فالكاو لاعب اتلتيكو مدريد، لكن اعتقد بان الامر قد لا يحصل لان صراع كبير الان بين تشيلسي وموناكو على محاوله ضم هذا اللاعب. لا ننسى بانهم ايضا ضموا ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، لاعب متالق جدا ولاعب ممتاز، سيكون اضافه مهمه لهم. باختصار، هل تعتقد ان وين روني كان اكبر الخاسرين من قدوم مويس لان روني انتقد في سيرته الذاتيه مدربه السابق في ايفرتون؟ ليس فقط بقدوم مويس، اعتقد بانه الخاسر الاكبر بما حصل بشكل عام. بالامس لانراه لم يشارك مع يونايتد في المباراه الاخيره لهم على ارض الملعب، ذلك ما قال تحدث عنه سير أليكس فيرغسون، حيث قال بان روني رفض ان يكون ضمن التشكيله مع الفريق، رفض ان يشارك في هذه المناسبه لانه يود الرحيل، لكنه قال عنه بانه شخص طيب وهو لربما دائما يحزن ان لم يكن يشارك اساسيا، وايضا لربما لانه هذا الموسم كما نعلم غير انه لم يشارك في مباريات مهمه مثل مباراه ريال مدريد في دوري الابطال، لعب باكثر من مركز غير المركز الذي هو معتاد عليه، لذلك لم يكن سعيدا. اما قدوم مويس كما نعرف هناك مشكله بينهم لان روني تحدث عنه في سيرته الذاتيه وتحدث عن طريقه المعامله التي عمله بها ديفيد مويس ولم يكن سعيدا بها. مويس طبعا رفع دعوى عليه في حينها وتم تسويه الامور، لكن نعرف بان هناك الحساسيه موجوده، لربما لن يكون روني موجودا مع يونايتد، هذا هو التوقع الاكبر الموسم القادم. زياد، هل تعتقد ان فيرغسون سيجلس فعلا على الحياد ولن يتدخل في عمل مويس؟ انه 26 سنه من التدريب، قلبه مع اليونايتد اصبح، هل سيستطيع ان يقف في موقف المتفرج على الفريق؟ بدايه طبعا ديفيد مويس شخص مستقل جدا مثل سير أليكس فيرغسون، هو يملك شخصية قوية جدا، لكنه بنفس الوقت يحترم المدرب الاسكتلندي ويعتبره المثل الأعلى له. من الطبيعي أن يكون هناك تعاون بينهما في المرحلة الأولى. سير أليكس فيرغسون هو من أوصى بقدوم ديفيد مويس إلى النادي، هذا لا يعني بأنه سوف يتدخل بالأمور، لكن ديفيد مويس بالمؤكد سوف يستشيره في البداية لأنه يريد أن ينجح مع يونايتد، وسير أليكس فيرغسون هو سر نجاح يونايتد كما نعلم. لكن فيرغسون مع الوقت سوف يترك المجال وسيكون ديفيد مويس هو المسؤول. شكرا جزيلا لك الزميل زياد منصور المتخصص في تغطية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كنت معنا من العاصمة الإنجليزية لندن. عبد الحليم حمود، يعني هناك عالم بريطاني أو كرة بريطانية تدور في الكواليس معك. إنه إصبع المدرب العنيد الذي وضع البصمة على الكرة البريطانية، هو يعني حصل على لقب سير، لكنه هذه المرة هو من يمنح الكرة البريطانية هذا اللقب. شكرا لك عبد الحليم. يعني أماني بالفعل فيرغسون هو يعني رسميا المدرب الأبرز والأهم في تاريخ كرة القدم البريطانية لأنه قاد يونايتد إلى الفوز ب 13 لقب في البريمير ليج. صحيح، عبد الحليم يضع بصمته على الكاريكاتير وفيرغسون وضع بصمته في اليونايتد. شكرا عبد الحليم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعة حلقة اليوم من ميدان رياضة، برنامجكم الرياضي الأسبوعي الذي يعنى بشؤون الرياضة العربية والدولية. ملتقانا يتجدد الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. We'll be right back.